مع بداية العد التنازلي لنهاية فصل الشتاء وظهور بشائر فصل الربيع، تستعد مجموعة من المدن السويسرية لاستقبال كرنفالها السنوي، وتختلف الاحتفالات والطقوس بهذا الحدث من مدينة لأخرى تبعا للمرجعيات والخلفية التاريخية التي شهدتها كل مدينة على حدة. ويشكل الكرنفال بالنسبة لمدينة زوريخ حدثا مهما، حيث تتزين المدينة وتتلألأ بالأضواء لتلبس أحلى حلة، معلنة عن بدء الاحتفالات بكرنفالها السنوي، حيث يكون عشرات الآلاف من سكان المدينة وزوارها على موعد مع اللهو والمرح من خلال مشاهدتهم لاستعراض مواكب الفرق الموسيقية التي تجوب أهم شوارع المدينة بملابسها الزاهية التي تعود إلى حقب تاريخية قديمة، والأقنعة والعربات التي تجرها الخيول، ويستمعون إلى الأصوات العالية المنبعثة من المزامير والأجراس الضخمة والطبول والفوانيس العملاقة. ويعود أصل الاحتفال بالكرنفال حسب بعض المؤرخين إلى عصور قديمة، وتعني كلمة كرنفال الاحتفال أو الاستعراض الشعبي، حيث يتم تقديم عروض استعراضية تجمع بين عروض السيرك والمراسيم الشعبية التقليدية بهدف نشر الفرح والبهجة بين الناس. وقد مرت هذه الاحتفالات في أجواء بهيجة بعيدة عن كل المنغصات التي من شأنها أن تفسد بهجة وفرحة سكان العاصمة الاقتصادية وزوارها. تقاليد وعادات واعتقادات كثيرة تلك التي يؤمن بها السويسريون، من بينها كرنفال زوريخ الذي يرمي من خلاله سكان المدينة إلى طرد الشتاء البارد تمهيدا لاستقبال فصلي الصيف والربيع. الغالي محمد رشاجدة، زوريخ.